الطاجن الحبار مثل ما جاء تشوفون. هذا الطاجن المغربي الفخاري وسويت بيه الحبار، وبعدين شوى طبعا بالخضار. والريحة ما اسولف لكم شنو ريحة البحر وريحة الاجواء البحرية. وشوفوا لي هذا الحبار طبعا، يعني هو مثل الاخطبوط، هاي رجلين الحبار بهذا الطاجن، بعدهن حارات. واو، افخاذ حبار رهيبة رهيبة رهيبة. يلا وينهم عشاق البحريات؟ تفضلوا. واو، شنو هذا؟ سمعوا لي القرمشة البير قليلة. يستحق قبلة هذا الطاجن صراحة على التستيوة. يا حبيبي يا طاجن، شلون يستو لك الأكل؟ والتناسق الرهيب. مكسب هاي كلش. كبر كبر طعمها. شنو هذا التناسق؟ يستوي الطاجن يعني. شوفوا هسه هاي كوسة اوكي، وهذا هنا حبار، يستوهن كلهن بنفس الوقت، ما يستوي لك نص ونص وما ادري شنو. واو، الكوسة حارة. واو، خليها تبرد. شوفوا لي، واو 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 واو. فخذ الثاني نتناول، اقول لكم عليه نظرة عن كثب يا ابطال. فخذ الحبار. مستمتع. طعمه مقارب للأخطبوط إلى درجة، بس الحبار شنو؟ الحبار من الطبخة يصير أبيض يتقشر يعني، والماي اللي تفوره بيه مثلا يصير أحمر. بس الأخطبوط لا، يظل محتفظ الأخطبوط بلونه، يصير لونه أحمر الأخطبوط من الطبخ. هذا شوفه يصير أبيض يعني نوعا ما. رهيب رهيب طعمه. فلفل هنا. وجبة تاريخية وصحية، صحية إلى درجة وقليلة بالسعرات الحرارية. عندنا هنا البصل شلون نشوى، ومليئة طبعا بالفيتامينات هاي الوجبة، مليئة خصوصا فيتامين بي 12. هذا موجود بالحبار وبالاخطبوط بكمية غزيرة غزيرة، بالاسماك طبعا وبالروبيان وبالصلصة هاي. خوب ما اسولف لكم شنية. هاي من ناس جلد مكسر. الجلد مالته مكسب الفوقاي.
باذنجان هم خليته يا اخي بكشوره شوف بصل هنا عندنا اوكي ونخلي لنا بي رجل وشلون مستوي صح بهاي الكيفيه يلا الثوم مو من عشاق الثوم انا شوفوا البوتيتا انتهت هاي البوتيتا رهيبة صراحة واو حار الثوم اجين اوه حارة شوفوا لي هاي البصلة نحشيها واو رهيبة رهيبة يلا القشر فوق الكوسة هاي رهيبة مشكلة حارة هذا هنا الجلد المكسب والله يعني ما اتصور هذا ينوكل يعني ينصلب مثل الغضروف يعني ما شنو شوكة او شيء ما ينوكل واه قلنا هنا طماطية انتهى عندي الحبار استمتعت بي صراحة واه باذنجانة اللي هي تمتص الحساء فلفل اسود طبعا كمية رهيبة من هذا الحب خليته اياه هذا كوسا يا آخر شيء فتحت الكولا وما شربت منه رهيب صراحة هذا الطبق واو احتها عندي قهنا الحساء كل شربة
بوح بارده.